هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام نأتي بكم إلى ملخص هذا الصباح، كما نذكر بانطلاقة الفترة المسائية الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم والخاصة بحول وزمول أصحاب السمو الشيوخ، كما ننوه أيضا بأنه تقرر إقامة مهرجان المزاد، مهرجان المزاد الثاني في تاريخ 22/11/2016 والخاص بالهجن التي تم المزايدة عليها وشراها من المزادات التي نظمتها المجموعة العلمية المتقدمة. إذن 22/11/2016 يوم أيضا المهرجان. نأتي الشوط الأول ونأتي أيضا بلمسات الهواري الجديدة مع المركز الأول والشوط الأول مع مياسة لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري ليهدها للشعيبة بمدينة العين هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس أيضا لمبارك بن محمد بن نصر العامري 13:04 وفاء تماما وكمالا. تهانينا الجابر بصالح بن محمد بن نصر على هذا الفوز والانتصار. الشوط الثاني الذي أيضا حمل الطموحات وحمل التوقيت الزمنية أيضا والتوقيت الأفضل مع صالح بن سعيد بن علي المنصوري، ومع هذا الفوز والانتصار ليؤكد هذا الانتصار الكبير والتحديات المثيرة، حيث قطع مسافة السباق 12:59 جزائري من الثاني لتحقق أيضا هذا التوقيت الأفضل. تهانينا والناموس العامر بن حمد العفصان المنصوري على هذا الفوز. ينطلق الشوط الثالث فيظهر فيه يماش، فكان أيضا حمد بن سالم بن حمد البهيان العامري مع الفوز والانتصار. حمد بن سالم بن حمد بن هيان العامري يهديها للهير هذا الفوز والانتصار مع الفوز ب 13:31 ثلاث أجزاء من الثانية. بينما ينطلق الشوط الرابع لياتي تحديات الذيب لمحمد بن سالم بن حامد المزروعي أحد أيضا الخبراء في عالم الكبار ليؤكد هذه الانطلاقة في الأمتار الأخيرة مؤكدا الفوز والانتصار. تهانينا لمحمد بن سالم بن حامد المزروعي على فوز الذيب الذي تدخل في الأمتار الأخيرة في منطقة الثيل ليهدي المزروعي هذا الفوز والانتصار ب 13:33 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. تبدأ الجولة الأخرى لتأتي في مشاهدين الأعزاء صعايب لناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي، فيؤكد عبد الله بشطيط العمري تواجد الكبار مع الكبار بالفعل مؤكدا هذا التواجد. شعار ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي احد الشعارات العملاقه والخطيره ب 13:13.9. تهانينا لاهالي الوثبه على هذا الفوز والانتصار. هذا الشعار يعشق المختبر وسلالاته بالفعل. بينما زلزله تاتي لمحمد بن عبد الله بن راشد الفيدان المري مؤكدا هذا التواجد الكبير والتحدي المثير مع هذا الاسم، كما أكد التواجد 6 كيلومترات يتواجد في هذا الشوط بانطلاق جميل ورائع مؤكدا 13:09.8. تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما ياتي الشوط السابع لينطلق مبارك بن محمد بن مبارك بالعور الخيلي مقدما لنا البيان ومؤكدا هذا التواجد الكبير والتحدي المثير. هنا مبارك بن محمد مبارك بالعور الخيلي ب 13 دقيقة، حيث قطعت هذه المسافة 13:09.8 تهانينا والناموس لمالك البيان على هذا الفوز والانتصار. شوطنا الثامن انطلق به شايم، فكان سعيد ايضا بن احمد بن حمد المزروعي هو من فاز في هذا الشوط، وكان علي بن حمد راعي العار اليحافي مع هذا الانطلاق الكبير والتحدي المثير ب 13:34 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا التاسع يعود ياتي مغامر للتركي بن عوض الله بن غلاب الصوات ليعود هذا صاحب الانجازات ويؤكد هذا التواجد الكبير في الامتار الاخيره. ويؤكد تركي بن عوض الله بن غلاب الصوات بان مغامر جاهز ل 8 كيلومترات وللمفاجات القادمه. فيؤكد ايضا هذا الاسم راعي غاره اكد في سن الصغار مع غاره ليؤكد في سن الكبار مع مغامر. تهانينا للصوات لاهالي الطائف بالمملكه العربيه السعوديه على هذا الفوز. بينما تبدا اشواط الانتاج وتظهر هنا ايضا هملول التعيب بن محمد بن صبح الشامسي احد الاسماء القويه والعملاقه في عالم الاصاله، فيؤكد هذا الاندفاع القوي والتحدي المثير ب 13:03.4 من الثانيه. تهانينا والناموس. بينما شوطنا الحادي عشر انطلقت في سمحه وظهر شعار مبارك بن رغش بن طبازه بن دوده العامري ليؤكد هذا الاداء الكبير والتحدي المثير مهديا اهالي الهير واهالي ميدان غشابه هذا الفوز والانتصار ب 13:05.5 من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. لحظات وصول أيضا سمحة. بينما يأتي شوطنا الثاني عشر والخاص بالإنتاج والمنتجين
فيظهر فيه مزيون مهديا أهالي الوثبة ومهديا أيضا أهالي النهضة. هذا الفوز والانتصار لمحمد بن راشد بن غالب المنصوري، فيظهر هذا الشعار مع مزيون وسلالة الوسمي ب 13 دقيقة 34 ثانية 5 أجزاء من الثانية. ثاني الناموس على هذا الفوز والانتصار. يأتي شوط الوداع بعد منافسة قوية مع الترسي وبران وشاهين، ليظهر شاهين المصبح بسعيد بن سالم الرميثي مؤكدا هذا التواجد مهديا أهالي السمحة. هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس ولحظات الوصول 14 دقيقة 17 ثانية 5 أجزاء من الثانية. هكذا مشاهدينا الأعزاء وصلنا إلى الختام، شكرا للزميل أسامة الهواري، شكرا للزميل مسعود الكثيري، شكرا ليوسف بن قاسم، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف التعليق. محدثكم سالم بن علي الحبسي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى الملتقى في تمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم.